شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. صدق الله العلي العظيم. إذا لاحظتم حقيقة من الحقائق، تجدون أن هذه الحقيقة تمتلك عادة وجودات أربع. الأول الوجود العيني، وهو عبارة عن تحقق الشيء في الخارج. والثاني الوجود الذهني، وهو عبارة عن انطباع صورة هذا الشيء الموجود في الخارج، انطباع هذه الصورة في الذهن. والثالث الوجود اللفظي، والرابع الوجود الكتبي. هذه وجودات أربع تمتلكها عادة كل حقيقة من الحقائق الخارجية. الشيء الذي يهمنا في هذه الوجودات الأربع بحثان. البحث الأول أن هذه الوجودات الأربعة متفاعلة، والبحث الثاني أن هذه الوجودات الأربعة مترابطة. ما هو معنى تفاعل الوجودات؟ وما هو معنى ترابط الوجودات؟ أولاً نأتي إلى مسألة تفاعل الوجودات. هذه الوجودات الأربعة لها حالات، حالات بعضها تؤثر في حالات البعض الآخر. يعني إذا فرضنا أن الوجود الخارجي كانت له صفة معينة، هذا الإنسان، هذه الشجرة،
هذا البحر إذا كانت له صفة تكوينية معينة، هذه الصفة لا تقتصر على الوجود الخارجي لهذه الحقيقة، بل تؤثر أيضاً على الوجود الذهني لتلك الحقيقة، وتؤثر أيضاً في الوجود اللفظي وفي الوجود الكتبي لتلك الحقيقة. أنتوا إذا تقرؤون كتاب النكاح في باب أحكام الأولاد، أوصي جميع الإخوة أن يقرأوا أحكام الأولاد في كتاب النكاح. حقيقة هذا الباب مشحون بالقيم الدينية التي يحتاج إليها كل واحد واحد منا نحن المسلمين. في أحكام الأولاد الفقهاء يذكرون أن اسم الطفل ينبغي أن لا يكون اسم عدو من أعداء الله. تعرفون من هم أعداء الله؟ من أول تاريخنا، من يوم بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان هنالك أعداء لله وأعداء لأولياء الله، وهم معروفون. الروايات تنهى بشدة عن أن تسمي ابنك أو بنتك باسم عدو من أعداء الله. لا أريد أن أذكر الآن هذه الأسماء، راجعوا كتاب النكاح، يذكر الفقهاء هذه الأسماء واحدة بعد الأخرى، ومن المؤسف أنها إلى الآن موجودة حتى عندنا نحن. ليش؟ الاسم عندما يكون اسم عدو من أعداء الله، هذا إلى تأثيرات سلبية في روحية هذا الطفل. في كتاب الكافي للكليني رحمة الله تعالى عليه يقول إن فلانا دخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقال له الإمام سلم على إمامك، يعني على الإمام الكاظم وهو في المهد. جئت إليه وسلمت عليه، فرد علي السلام وقال ولدت لك البارحة بنت وسميتها بالاسم الكذائي، غير اسم ابنتك فإنها اسم عدوة من أعداء الله. توجه إلي الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقال لي امتثل أمر إمامك ترشد، يعني تدخل في طريق الرشاد. شنو قيمة هذا الوجود اللفظي؟ هذا الوجود اللفظي ليس اسما فقط، وإنما يؤثر في حالات هذا الطفل. حتى بعض الفقهاء في كتاب النكاح ذكروا أنه مو فقط أسماء أعداء الله ينبغي أن تغير، حتى الاسم المحايد. عندنا اسم علي، وعندنا اسم فاطمة، وعندنا اسم هذه الأنوار، هذه أسماء مستحسنة. إذا واحد إلى اسم محايد ليس اسم نبي من الأنبياء أو إمام من الأئمة، ينبغي له أن يغير اسمه كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. هذه الوجودات بعضها يرتبط بالبعض الآخر. هذا البحث الأول، بحث تفاعل الوجودات. البحث الثاني بحث ترابط الوجودات. ما هو معنى الترابط؟ معنى الترابط أنه إجمالاً ولو في الجملة
هذه الوجودات يستتبع وجود بعضها وجود البعض الآخر. البحث الأول أن حالات بعضها تؤثر في حالات البعض الآخر، والبحث الثاني أن وجود بعضها يسبب عادة وجود البعض الآخر. يعني الوجود اللفظي، هذه العبارات التي نقولها هذا وجود لفظي، يعني وجود في عالم العبارة ووجود في عالم اللفظ، هذا الوجود يستتبع عادة الوجود الذهني. الكلمات التي نقولها هي مو فقط كلمات، هذه تحدث تموج في الفضاء، تحرك الأمواج، ولكنها أيضا تؤثر في ذهنك. الوجود اللفظي يستتبع وجود ذهني، والوجود الذهني يستتبع وجود عملي، لأن هذه الصور التي انطبعت في ذهنك سوف تنتهي لا محالة إلى الوجود العملي. على ضوء هذا المدخل نستطيع أن نرجع إلى الآية الكريمة: الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. ما هو دور الذكر؟ الإنسان يقول سبحان الله ولا إله إلا الله، الذكر اللفظي، هذا الذكر اللفظي شنو دوره، شنو قيمته؟ الذكر اللفظي بعض يتصورون أن هذه الألفاظ لا قيمة لها، هذه الألفاظ لها كل القيمة، لأن حضور الله سبحانه وتعالى في لفظك، أنت عندما تقول سبحان الله، أنت عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، صحيح أنه هذا لفظ، ولكن اللفظ يؤثر في الذهن، لعله في المرة الأولى لا يؤثر، في المرة الثانية لا يؤثر، ولكن تكرار هذه الألفاظ يخلق على مرور الأيام حالة ذهنية معينة لهذا الفرد. هذه الحالة الذهنية المعينة إذا انطبعت في الذهن وترسخت في الذهن تنتهي إلى التأثير في العمل أيضا. يعني في البداية لفظ، وثانيا صورة ذهنية، وثالثا جري عملي وفق تلك الصورة الذهنية. أحد العلماء ينقل يقول أنا كنت في سفرة، كأنه كان يسافر لزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أنقل القصة بالمضمون، يقول وصلت إلى منطقة كرمانشاه، في تلك الأزمنة جاء اللصوص واستولوا على كل أموال القافلة، استولوا هذه الأموال، وكلما نصحناهم تكلمنا معهم لم يجد معهم الكلام. يقول بعدين أذن المؤذن، صار وقت الأذان، رأيت واحد منهم اللي تبدو عليه ملامح السيطرة على هذه الجماعة، كأنه قائدهم رئيسهم، ذهب توضأ وأخذ يصلي. يقول أنا تعجبت هواية أنه شنو هذا الفعل وشنو هذا الموقف، السارق يصلي. يقول انتظرت إلى أن أكمل صلاته، فرحت يمه قلت له أنه أنت رئيس هذه العصابة؟ قال نعم. قلت أنت الذي لا تراعي لله حرمة،
ولا تحترم حقوق الناس وأموال الناس. شنو معنى هذه الصلاة وماذا تنفعك هذه الصلاة؟ يقول: قال لي: صحيح أنني مذنب وأنني عاصي، ولكن يجب على الفرد أن يبقي خيطاً مع الله، هذا الخيط ينبغي أن لا يقطع، لأنه في يوم من الأيام من الممكن أن هذا الخيط يؤثر في هذا الإنسان. يقول: قال هذه الكلمة ولم يرد علينا شيئاً، إحنا ذهبنا للزيارة. يقول: بعد مدة في إحدى الأعتاب المقدسة، ما أعلم كم كانت المدة، سنة سنتين أكثر أقل، شفت واحد رجل ملتحي ظاهر الصلاح، إجا سلم علي، قبل يدي، قال: سيدنا أو شيخنا تعرفني؟ قلت له. قال لي: أنا ذلك اللص الذي سطوت على القافلة في كرمانشاه، تتذكر تلك الكلمة؟ قلت لك أنه واحد يجب أن يبقي خيطاً مع الله، ذلك الخيط جرني إلى هنا، وأنا الآن تبت إلى الله توبة نصوحة، وتخلصت من كل التبعات، ورديت كل الأموال على من أعرف، ومن لا أعرف تصدقت بأمواله بالنيابة عنه، وتبت إلى الله توبة نصوحة. هذه الكلمات، هذه الأذكار، هذه الأعمال، في الرواية عن الإمام الصادق إننا نرى رجلاً يصلي ولكنه عند بعض الطلعات بعض الأعمال، فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه: إن صلاته تنهاه يوماً، في يوم من الأيام هاي الصلاة تأثر فيه. هذه الأذكار التي نرى التأكيد الكبير عليها، أنتوا لاحظوا المفاتيح، لاحظوا كتب الأدعية، أمام كل حركة أكو ذكر. عندما تركب السيارة ماذا تقول؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. عندما تجلس على المائدة تتذكر الله سبحانه وتعالى وتقول: بسم الله الرحمن الرحيم. عندما تنتهي من المائدة تقول: الحمد لله. عندما تريد أن تنام يستحب لك أن تسبح تسبيحة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قبل النوم، هذا غير تسبيحة الزهراء في أعقاب كل صلاة، قبل النوم تسبح تسبيحة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وتنام. عند الوضوء هذه الأذكار المشحونة بالمعارف الإلهية تذكر هذه الأذكار: اللهم بيض وجهي يوم تبيض فيه الوجوه، وإلى آخر الأدعية. ليش هذا التأكيد؟ لأنه الإنسان الذي يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الذكر يؤثر في حياته، هذا الذكر يقوم من سلوكه، إذا لم يكن اليوم غدا. ولذلك نجد في الروايات هذا التأكيد الهائل على الذكر اللفظي، ونرى أنه آباؤنا أمهاتنا جيل القدامى، مو جيل جديد، بعض الجيل الجديد الذي أصبح بعيدا عن كل شيء، حقيقة حال حلو عندهم، دائما يذكر الله، دائما يسبح، دائما يهلل، حقيقة حال حلو. ليش واحد يقضي وقت بلاش؟ المرأة في المطبخ تعمل أعمال المطبخ، تسبح، كم هي قيمة لهذا التسبيح؟ الرجل في البيت، في الديوانية، في الطريق، يسبح الله ويذكر الله. تعلمون كم هي قيمة تسبيحة واحدة؟ تلك الرواية التي قالها داود، سليمان بن داود صلوات الله عليه،
تسبيحة واحدة في صحيفة المؤمن أفضل مما أعطي ابن داود. يعني لو أعطي لك ذلك الملك العظيم، ملك كل الكرة الأرضية، وتسبيحة واحدة في لحظة واحدة، سبحان الله، هذه التسبيحة أعظم عند الله وأبقى أثراً وأطيب نتاجاً من كل ذلك الملك العريض. حقيقة واحد مو حيف أنه يقضي هذه الأوقات ولا يقول سبحان الله، هاي مو خسارة؟ في الرواية أن جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: من صلى عليك مرة صلى عليه 70,000 ملك. الإنسان في ثانيتين يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، يصلي عليه 70,000 ملك. يعني شنو يصلي عليه 70,000 ملك؟ يعني يطلبون من الله له الرحمة. حقيقة هذا ما إلى قيمة عند الله. الإنسان يقضي أوقاته، يقضي ساعاته في الكلام الفارغ، أو يسبح الله، يذكر الله. الذكر اللفظي مهم جدا ومن الضروري. جيل الشباب وجيل الشيوخ، نحن جميعا أن نعيد هذه الحالة. الإنسان يحاول بقدر الإمكان أن يذكر الله سبحانه وتعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وحتى في المخدع، قل سبحان الله ونم، لأن هذه الكلمة أفضل من ملك سليمان بن داود. هذا الجانب الأول من جوانب الذكر. الجانب الثاني، الذكر العملي، الذكر القلبي. الذكر القلبي يعني في المواقف قبل ما تتخذ موقف، لتخطر في بالك صورة الله، أسوي هذا العمل أو ما أسوي هذا العمل. عندما تدخل في البيت وأنت مرهق متعب، تأتي زوجتك وتستفز أعصابك بدون حق، أنت تريد أن تقوم بعمل ظالم، قبل ما تقوم بهذا العمل أذكر الله سبحانه. الزوج إذا استفز زوجته استفزازا ظالما، قبل أن ترد عليه الزوجة يجب أن تفكر لحظة، أقول هذه الكلمة أو لا أقول هذه الكلمة؟ إذا رأت أن هذه الكلمة ترضي الله تقول تلك الكلمة، وإذا تسخط الله لا تقول تلك الكلمة. قاعد مع أصدقائك، جاءت قصة غيبة على لسانك، قبل ما تتكلم حالة حذر، حالة مراقبة، فكر أقول هاي الكلمة أو ما أقول، حالة الرقابة الدائمة. إذا رأيت أن هذه الكلمة ترضي الله فقلها، وإذا رأيت أن هذه الكلمة تسخط الله فلا تقلها، ابتلع كلامك. الإمام السجاد، القضية المعروفة، يرفع يده على الناقة عندما تتباطأ، ولكنه يوقف يده في الهواء قليلا، أضرب أو ما أضرب. بعض العلماء يقولون أن هذه القصة لتعليمنا، ولكنه يوقف يده ويقول: لولا خوف القصاص لضربتها. هنالك قصاص عندما لا تعاشر المرأة زوجها بالمعروف
أو لا يعاشر الزوج زوجته بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، إذا لم يعاشر هذا هنالك قصاص وهنالك حساب وهنالك عتاب. المرحوم الجد رحمة الله تعالى عليه كان ينقل، أنقل القصة بواسطة واحدة، يقول كان هنالك تاجر قاعد في محضر مجموعة من التجار، وإذا بشخص يأتي ويقول فلان تاجر توفي رحمة الله عليه. يقول بمجرد ما قال الرسول هذه الكلمة نام وما استيقظ. النوم كل شيء سهل، واحد ينام في الساعة الثانية والنصف بعد ما يقوم من النوم. النوم لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، مات راح إلى رحمة الله. يقول بمجرد ما قال هذه الكلمة التاجر أطرق برأسه قليلا وأخذ يفكر لحظات، ثم توجه إلى الحاضرين. في هذه اللحظات تذكر الله سبحانه وتعالى، قال أيها الناس اشهدوا أنا مديون لهذا المرحوم بمبلغ ضخم، لا أعلم ما هو المبلغ الضخم، أنا مديون لهذا التاجر بهذا المبلغ، كونوا شهودا علي أنني مديون. قالوا له ليش قلت هذه الكلمة، ليش ما صبرت؟ قال في الواقع أنا كنت مديونا بدين لا يعلمه إلا الله وهذا التاجر المرحوم، أنا خفت إذا شوية تمضي لحظات الشيطان يقشمرني، يقول أكل الأموال. فقلت هذه الكلمة لكي أقطع طريق الشيطان. ينقل في أحوال أحد المراجع رضوان الله تعالى عليه أنه جاءه تاجر، قال سيدنا أنا مديون بديون كثيرة ولكن الشيطان ما يخليني، الشيطان ما يخليني. أنت إذا تدفع صدقة 70 شيطان في الرواية أكو يأتون يقولون لا تطي، إذا الصدقة 70 شيطان يجون فكيف ببقية الأمور؟ أنا ما أقدر أدفع. في الصراع مع الشيطان ما أتمكن أتغلب على هذا الشيطان. العالم شوية نصحة كذا، أذكر الله اتق الله ما أشبه ذلك من هذه الكلمات. قال له سيدنا ما أقدر، أنا نفسي لا تطاوعني، ولكن هنالك حل واحد. الحل الواحد توجه إلى ذلك المرجع أنه تقولون لهؤلاء الخدم في بيتكم يجون يأخذوني يربطوني ويخرجون المفتاح من جيبي، مفتاح القاصة، القاصة في المكان الفلاني، أنا واضع المبلغ المديون ولكن ما أقدر أطلعه، واضع على مكان، خلي يروحون يخرجون هذا المال ويعطونه في موارده، وكلما قلت لا تعتنون بكلامي. العالم قال الخدم أخذوا هذا التاجر، أخذوه، أخذوا المفتاح من جيبه، فأخذ يصيح. الشيطان ما مستولي علي 100%، نفس رحماني ونفس شيطاني، إلقاء الملائكة وإلقاء الشياطين. قام يصيح وكذا يا لصوص يا سراق، لم يعتنوا بكلامه، ذهبوا إلى القاصة، أخرجوا الدين الذي كان في عاتقه وصرفوه في موارده ثم تركوه. بعد عدة أيام العالم يسير في الطريق ذلك المرجع، وإذا يلتقي بذلك الشخص، فقال له ذلك الشخص جزاك الله خيرا، لقد أرحتني من هم ثقيل. هذا معنى الذكر، الإنسان عندما يريد أن يقوم بعمل يذكر الله سبحانه وتعالى، يتق الله. قال هل مشيت في أرض ذات شوك؟ قال نعم. عندما واحد يمشي في أرض ذات شوك ماذا يفعل؟ يلاحظ كل خطوة خطوة من خطواته، أضع رجلي
أو لا أضع. إذا وجدت هذه الحالة في الإنسان، التفكير وتذكر الله أمام كل عمل وخطوة، فسوف يكون من المفلحين بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين ذكروه بلسانهم ومن الذين ذكروه بأعمالهم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.